بالله كما قالت ونحن كذلك نناشدكم بالله إخوتي أخواتي لا تبخلوا على هذه المريضة الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر المئة وخمسين ألف درهم قيمة تكلفة علاجها الآن سأذكر بأرقام الهواتف ويعني أشعر بأن إن شاء الله تعالى هناك من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظات ولن يبخلوا عليك بإذن الله تعالى إن شاء الله ولن تنتهي هذه الحلقة إن شاء الله إلا ونعلن بأن المبلغ قد اكتمل لأن يعني أهل الخير كثر والبركة والرحمة في قلوب من يتابع حلقات برنامج ألم وأمل كذلك كثر بارك الله فيهم والدليل على ذلك إن شاء الله تعالى سوف تسمعين إذا كنت تتابعين هذه الحلقة وأعتقد أنها أكيد يعني المريضة تتابع لأن يعني مدام أنها عجزت عن توفير وخمسين ألف درهم لم تبقى لها حيلة إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم بكم يا أهل الخير الرقم المباشر للتبرعات والمبلغ المتبقي 64 ألف درهم 600551600 كل حسب إمكاناته ومقدرته وكرمه يعني مش شرط تتبرع بمبلغ كبير إن كنت لا تستطيع يعني القليل أفضل من شيء أفضل من العدم مرة أخرى رقم الهاتف المباشر خمسة واحد ستة صفر صفر رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 مرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 تخيل يعني بعد شوي أنت ذاهب إلى النوم تحط رأسك على المخدة أخي المشاهد أو أختي المشاهدة أه ما عندكم أي مشكلة تتقلب يمين وشمال وما عندك اي مشكله. ما في معاناه، ما في الام. فكر بس في في كيف ستنام هذه السيده وانت يعني بعد ما دخلت كاميرا برنامج الم وامل الى الى بيتها واخبرناك بان هذه السيده لا تستطيع ان تنام، الام مبرحه. يعني مبلغ لوجه الله سبحانه وتعالى ولو القليل ولو القليل لان القليل افضل من لا شيء، لان كل واحد حط شيء فشيء قليل قليل باذن الله تعالى ان شاء الله سوف نصل إلى ال 150,000 درهم، قول يا أبو محمد. فاعل خير 1,000 درهم 87,000. وفاعلة خير 10,000 درهم هذه 97,000. وفاعل خير 1098,000. وفاعل خير الآن 5,000 درهم 103. والباقي 47,000 درهم. طيب اقول اقول ليش ما اقول اقول إحنا لما لما يعني دخلنا عند هذه السيده إخواتي اخواتي حتى يعني تكونوا في الصوره كانت لا تملك 100 درهم ما عندها 100 درهم كيف توفر دواء ب وخمسين الف لذلك برنامج الم وامل لانه ولله الحمد يعني منتشر ونستطيع ان نصل لكم حيثما كنتم في في الصاله في في البيت في المجلس في غرفه النوم في الفنادق مثلا في السياره عن طريق الاذاعه ممكن تسمعنا، يا اخي ولو بمبلغ بسيط لان هذه السيده عجزت في الحقيقه. يعني تكفي الالام، الام لدرجه البكاء. فمبلغ بسيط انت الان كما ذكرت قبل قليل يعني بتروح بتتوضا وبتتغسل وبتحط راسك وبتنام ما عندك اي مشكله، لا هذه ما تقدر تنام بسبب الالام لا تستطيع النوم، كذلك عندما ت يعني كلما تقدمت الحاله كلما ساءت اكثر تصل الى الرئه بعد فتره ما بتستطيع ان تتنفس تصل الى العين ممكن ان تفقد البصر وتصبح ضريره ايضا بسبب هذا المرض فمبلغ اللي بتودعه لوجه الله سبحانه وتعالى سوف يغير حياه هذه السيده وانت وضعت المال في يد من؟ في يد الغني نحن الفقراء الله سبحانه وتعالى هو الغني فانت يعني ضع المال لله سبحانه وتعالى اترك هذا المال لله لعله يعني يأتيك يوم في هذه الدنيا أو في الآخرة تستفيد بإذن الله تعالى منه إن شاء الله تعالى فعل الخير الآن خمسة ألاف درهم هذه مية وثمانة ألاف والمتبقي اثنين واربعين ألف درهم على العموم نحن يعني إن شاء الله تعالى بإذن الله لن ناتي الى ختام الحلقه الا ونعلن يا اخت سحر اذا كنت تتابعي هذه الحلقه ان شاء الله بان المبلغ سيكتمل سيكتمل ان شاء الله ما دام في ناس يعني تقدم دائما لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تريد لا جزاء ولا شكور منا فان شاء الله تعالى يعني باذن الله ان شاء الله انتظري الاخبار السعيده الساره قبل نهايه هذه الحلقه. طيب المرحله القادمه مثل ما تفضلت دكتور. مسألة الرئة يعني وصول المرض هذا إلى الرئة وبالتالي هو الصعود إلى قزحية العين هلا بشكل والشبهية. بشكل عام كل أمراض الروماتيزم مثل مرض الروماتويد أو تصلب الفقار اللاصق أو روماتيزم الصدفية ممكن يسبب مضاعفات رئوية يؤدي إلى التهابات رئوية متكررة يصل إلى نزيف ممكن دكتور مثلا؟ ممكن يصل إلى نزيف أحيانا في بعض الأمراض اه بس في في يعني معظم الاوقات بتصير صعوبه في التنفس بصير في تليف بالرئه بصير التهابات متكرره بصير تستدعي هذا متى دكتور بعد بعد التهابات الجهاز الهضمي توصل الى الرئه لا مش مش شرط, شرط يكون في التهابات جهاز هضمي ممكن آه بعد التهابات المفاصل تنتقل الى الرئه يصير مضاعفات رئويه آه قبل آه قبل او بعد قبل او بعد قصدي قبل التقرحات اللي تصير اه قبل 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 التقرحات ممكن أبل يعني. أبل أم اه قبل طبعا وممكن اذا يباغت يعني هذا المرض اذا صار طبعا اذا 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 صار في مضاعفات بالرئه كمان بصير في نفقات اخرى بدها تعمل سكان وتعمل تشوف طبيب الرئه وتاخذ ادويه اخرى للرئه حتى ده. العلاج، كمان الادويه بصير مي ممكن في الرئه بصير ده. مي في الرئه، في تليف بالرئه، نعم بصير التهاب في غشاء الرئه الخارجي، نعم. بصير التهاب في حويصلات الرئه، نعم. يعني ممكن تعطينا جميع مضاعفات متعدده للأمراض الامراض الروماتيزم للرئه. طيب. بالاضافه الى الرئه ممكن تنتقل للعين كمان، نعم. بعض امراض الروماتيزم تصيب قزحيه العين، نعم. بصير ضعف بالبصر، واحيانا ممكن يؤدي الى ثقب في, في العين ويؤدي الى عمى في العين. نعم. الله اكبر. كذلك مساله مساله البلع دكتور اعتقد يعني أوه. ممكن يتاثر جهاز ممكن قليل في روماتيزم الصدفيه بس في يعني غير او أنواع من انواع الروماتيزم ممكن يؤدي الى جهاز الى الى مشاكل في في المري تقرحات صعوبه في البلع حموضة شديده م. فيؤدي الى نزيف معوي بالاضافه الى ذلك يعني الروماتيزم الصدفيه اذا صار في يعني يعني لا نستطيع ان نترك المريض مستحيل يعني لازم في علاج لازم نوفر الدواء للمريضه حتى اذا في صار بعض المفاصل ممكن يصير في تاكل باليدين <applause> هذا التاكل اللي بيصير وضياع العظم غير معوض بعمل جراحي يعني حيصير في اعاقه عند المريضه ما بتقدر تحمل حتى ولو كاس بالايد او تشرب بايدها <applause> لا لانه بصير في انحلال كامل ايه هذه هذه النقطة لأن يعني من انضم لمتابعتنا الان دكتور لم يسمع النقطة هذه الانحلال الكامل اللي هو ذوبان ذوبان بالعظم العظم بالصحة. العظم بذوب بيروح انحلال بيذوب بيروح نهائيا يروح يعني يعني تصوير لا 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 ما مره. ما بتشوف شيء بتلاقيه الإصبع بصغر بتصير في يعني تعرجات بالجلد هون م. مثل الأكورديون بتصير عندنا هون الإصبع هل نعم. فبتصير الاصبع يعني وقت بت... بتعمل صوره بتلاقي هون اصبع كامل وهون اصبع ما في غير عظمه واحده هون في ثلاث ثلاثه عظام هون في واحده حتى في القدم ممكن يصير بالاضافه للعمود الفقري تستطيع ان الفقر. ان تستخدم يديها يعني لا لا حتى بالعمود الفقري ممكن يصير في التصاقات كامله التصاقات لا تستطيع ما بقول في حركه لا. يعني لا بالاضافه للألم. الى الالم طبعا بالاضافه الى الالم وبالاضافه الى التشوه اللي بيصير باليدين نعم, نعم. طيب خلينا نعود دام باقي تقريبا تسع دقائق على نهايه الحلقه ونحن يعني عشمنا بكم كبير اخوتي اخواتي بان المبلغ ان شاء الله تعالى سوف يجمع للمريضه سحر التي تتابع هذه الحلقه والتي تعاني ما تعاني من الام كان الله في عونها 5000 درهم من فاعلة خير صار المبلغ 113000 والمبلغ المتبقي 37 ألف درهم إذا نعود لكم إخوتي أخواتي نذكر من جديد في الدقائق التسع المتبقية المبلغ المتبقي الآن 37 ألف درهم فمن سيكون بإذن الله تعالى من المساهمين معنا وسيدفع جزء من هذا المبلغ لهذه المريضة التي تعاني ما تعاني من آلام وكلما استمرت الحاله وتطورت كلما فقدت اجزاء اخرى اذا وصلت الى الرئه واذا وصلت الى العين القزحيه ممكن تصاب بالعمى بالاضافه الى الاشياء الاخرى والأعضاء الاخرى التي سوف تخسرها كلما تقدمت هذه الحاله فيا من انعم الله سبحانه وتعالى عليكم بنعمه المال والصحه والعافيه تستطيع ان تنام بشكل طبيعي والدكتور ايمن يقول هذه السيده يعني تسهر الليل تعاني وتتالم ولا تستطيع ان تتقلب حتى من شده الالم فتخيل نفسك وانت على سريرك نائم ومرتاح وتتقلب على راحتك يمين وشمال هذه تخيل معاناتها يعني ولا تستطيع ان تنزل من السرير لقضاء الحاجه الى الحمام اكرمكم الله بسبب أيضا هذه الآلام فمبلغ بسيط منك سيغير حياة هذه المريضة بإذن الله تعالى إلى الأفضل إذا 37 ألف درهم المبلغ المتبقي وتذكير جديد بأرقام الهواتف وكلنا أمل بالله أولا ومن ثم بكم إخوتي أخواتي ونرجو أن لا تخذلونا ولا تخذلوا هذه السيدة التي لجأت لكم بعد الله سبحانه وتعالى وطلبت منكم مد يد العون والمساعدة ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ستمائة خمسة وخمسين ألف خمسة ألف رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 مرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 والوقت المتبقي تقريبا ثمان دقائق ثمان دقائق والمبلغ المتبقي ست ست دقائق والمبلغ المتبقي سبعة وثلاثين ألف درهم بذكر بعد شوي إن شاء الله أعود الآن ب يعني كلمة من الدكتور أيمن علها كذلك إن شاء الله تعالى تكون سبب في من سيتبرع بمبلغ كبير من المبلغ المتبقي اللي هو سبعة وثلاثين ألف درهم الآن ما في فائدة دكتور يعني يا نتركها تعاني هكذا أو نمد لها يد العون والمساعدة ونوفر لها المئة وخمسين ألف درهم حتى تبدأ رحلة العلاج التي نتمنى من الله أن تكون موفقة إن شاء الله المريضة لساتها يعني مش كبيرة بالسن عمرها ستين سنة نعم. إذا تركناها هتظل تعاني يعني حتكون المعاناة حتكون أصعب في المستقبل مع تقدم السن حيكون في مضاعفات أخرى مرضية ممكن يكون عندها السكري نعم. مثل ما قلت كمان ممكن يعني انا ما ذكرت روماتيزم الصدفيه ممكن يؤدي الى مضاعفات في القلبيه ارتفاع بالضغط التهاب بجدار القلب ممكن يؤدي الى التهاب بصمامات القلب فمع تقدم السن حيصير عندنا مضاعفات اخرى غير مضاعفات الصدفيه غير مضاعفات روماتيزم الصدفيه هي عباره عن مضاعفات نسميها مضاعفات جهازيه هذه المضاعفات حتكون اخطر من روماتيزم الصدفيه نفسه <applause> يعني بتكون بشيء المريضه بتصير بشيء ثاني طبعاً هذه ش... الامراض فنحن بنامل يعني من 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 الاخوه المشاهدين واهل الخير م. يتبرعوا لنا للمريضه بهالمبالغ هاي حتى يتم انقاذ هذه المريضه من هذه المضاعفات وانقاذ هذه المريضه من يعني من مبالغ اضافيه اخرى تستدعي لانفاقها نعم حتى تعالج المضاعفات نعم يعني نعم. ه... فحيكون في صعوبه جدا الى هذه المريضه نعم. حتما استمرار الالام استمرار هذه المضاعفات استمرار الـ 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 الحكه المستمره عندها حيتعبها نفسيا وجسديا نعم. وحيزيد من مضاعفات المرض نفسه م. يعني حياثر سلبا عليها بشكل مضاعف اذا ما تم اخذ العلاج بالوقت المناسب. طيب شكرا لك بارك الله فيك دكتور ايمن، الان وصل مبلغ ل 118000 المبلغ المتبقي 32000 درهم. ألف الآن 119 ألف والمتبقي 31 ألف درهم الآن أريد أن أنقل لكم صورة فقط إخوتي صورة فقط بعد شوي ثلاث دقائق تقريبا على وقت الحلقة وبتنتهي الحلقة وممكن تغير القناة تذهب إلى قناة أخرى لكن هذه المريضة سوف تبقى على نفس الحال تتقلب على الفراش وتتألم وأنت يا من تابعتنا خصوصا من يعني لديه الامكانيه ان ان يتبرع عن وان يعطي. يعني لو نفكر فقط في هذه الجزئيه الصغيره. هذه السيده ليس لها احد الان الا انتم يا من وصل صوتنا لكم، معاناتها معاناه كبيره، الامها الام كبيره، مبرحه، الام شديده جدا. يا اصحاب القلوب الرحيمه الطيبه خلال الدقائق الثلاث المتبقيه ارجو من من يتابعني الان ان كان يشاهد او يستمع. 31 ألف درهم سوف تغير حياة هذه السيدة حتى نفسيا يعني يعني بعد شوي لما نعلن أن المبلغ اكتمل سوف تتغير حياتها نفسيا وبالتالي تكون يعني جاهزة للتلقي العلاج بنفس مرتاحة وسوف تتغير بإذن الله تعالى حياة هذه السيدة بأموالكم ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يكتب لكم هذا المال هذا كأجر وثواب تستفيدون منه في الدنيا والاخره. اذا تذكير اخير بارقام الهواتف، المبلغ متبقي ألف درهم يا اصحاب القلوب الرحيمه الطيبه البيضاء يا اصحاب الايادي الطويله في مساعده و مساعده هؤلاء المرضى. اذا 6 0 0 5 هذا مباشر. 655 خمسة ورقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر مرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ألف درهم هو المبلغ المتبقي للمريضة سحر التي بإذن الله تعالى إن شاء الله سوف تتغير حياتها إلى الأفضل وتستطيع أن تنام كما ينام البشر دون آلام ودون معاناة و يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكونوا كذلك جميعكم إن شاء الله انتهى الوقت طيب إذا انتهى وقت الحلقة لبرنامج ألم وأمل وللأسف لم يكتمل مبلغ الواحد وثلاثين ألف درهم نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الإعادة يكتمل ونتمنى لها الصحه والعافيه، شكرا لكل من تواصل معنا وتبرع وقدم لهذه المريضه، شكرا للدكتور ايمن المصري اخصائي امراض الروماتيزم والمفاصل العظميه ضيفنا في هذه الحلقه، الى اللقاء. شاهد الحلقه كامله على تطبيق مرايا.